السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل ناطحة السحاب. إليكم ملخص الحلقة 9. عامر تبعت رفاد لعند الدكتور لتعدل نفسيته بروحها. رفاد الدكتورة بتحكي مع رفاد والبلدي بالبداية بيضحك وبعدين بيحكي له عن حياته، والدكتورة تتأسف. أبو عثمان بيروح لعامرة وبيتفق معها على شغلة ويوقع العقد. عامرة بتروح لبيت سمر لتحضر حفل خطبة بنتها. أبو عثمان بيشوف منان برا وبقول له هاي سيارة لحقني، بقول له ركاب سيارة وشوف إذا لحقك. بالفعل منان بيسوق السيارة وبيلحقه بالسيارة تاني، وبعدها بيعمل حادث أبو عثمان ومخطط يقتل منان لينصب على عامرة. بيتصلوا بعامرة من مشفى. بتروح أول ما بتصل عامرة أبو عثمان بيقول له ما في إلا العافية، بتقول له اعتبر العقد اللي بيناتنا منتهي. بيقول له لا تخلي عصايتك تأثر عليك، وبيحاول يبعت على دار كتير بس بترفض عامرة وتقول راح استنى نتيجة التحقيق. وأبو عثمان بينصدم وتنتهي أحداث الحلقة.